والله لا لا غترة ما يبزين يطلع تشخيص صح بس خف تاخذونها نلف كذا ولا على جلستنا طبعا ترى باخذ راحتي بالجواب نبدا اذا سمحت سم السعودية كانت تمشي على نظام ليش فجأة اصبحنا نحتاج تحول وطني العالم تغير يعني طبعا احنا كنا نعيش فترة اقتصادية فيها انكماش تحولات جيوسياسية حروب تجارية النمط الحكومي كان نمط بيروقراطي ممل ومسؤوليات مبعثرة صح التعبير يقوم عليها 13 جهاز مختلف كان الازدحام هي الحظ الكثير أمام حاكم التنفيذ بالنسبة لتقييمنا في تقرير المرأة آخر دولة في العالم المملكة العربية السعودية يمكن هذه ما حتعجبهم ومن بين هالثلاث تحديات إيش أكثر تحدي كان يقلقك؟ سؤال تفهم بس أنا أحب أسأل صعب كان في 9 سنين تموت حلول لي إياها 9 شهور عندكم 90 يوم غادر سيدي الاجتماع وكان لابد اجتماعات أسبوعية كان صراع رفعنا بطلب الساعة 8:09 مساء خلال يمكن ساعات قليلة خرج القرار التطوير ما هو ضغط الزر التحول رحلة نشوف العالم يتغير وأعتقد من الطبيعي أن نكون إحنا قاعدين هذا التغير هل اللي وصلنا اليوم في السعودية هو ذروة طموحاتنا؟ لا ما بعد سوينا شيء